عن المغرب، بنعرف انه اسفارك كثيرة عن المغرب وهلا رايح كمان من تقريبا شهرين رح يقضيهم غسان هوني. خبرنا عن حفلات هوني، خبرنا عن العالم
كيف تتفاعل مع الفن اللبناني ومع الفنان اللبناني؟ شوفي كريم، انا معروف عني كفنان خليج باري من كثير دول عربيه واوروبيه وغيره. صدقيني هالبلد المغرب العربي بلد عظيم، بلد بحب الحياه، شعبه طيب عن جد، قلبهم طيب كثير وشعبهم طيب كثير، وبحب اللبناني، بحب الفنان اللبناني يعني بشكل مش طبيعي. يعني اليوم بتقولي اي فنان لبناني عنده اغاني مثلا واصله صدقته لهونيك من خلال فيديو كليب او برنامج فني او اغاني ضاربه مثلا بالمغرب، يمكن بموتوا فيه. وهن شعب كيف، بحب الحياه. وبالحقيقه الحمد لله انا عملت عدة حفلات بالمغرب، يعني من خلال 3 سنين لليوم عملت شغل حلو كثير الحمد لله. قدرت ازرع بالمغرب، قدرت احصد عدد كثير الحمد لله كبير من الناس، من الجمهور، واللي عم يشوفني هلا على الفيوتشر بالمغرب بيعرفوا انا عم بحكي مضبوط، لانه الحمد لله صار عندي علاقات كثير كبيره على صعيد المغرب. عندي صار اصدقاء، صاروا بحس حالي كاني قاعد ببيتي بالمغرب. هالبلد حبيته كثير، مع احترامي لكل الدول العربية اللي زرتها. ما بعرف، صرت هيك بأقلام بالجو أكثر، هن تعودوا علي وتعودت عليهم، صار في هيك علاقة حميمة بيني وبين الشعب المغربي. وأنا بوجه لهم رسالة وتحية. نحن بنعزم هاي كثير. بوجه لهم تحية للشعب المغربي.